الشهداء وعائلات الشهداء والوقوف بجانبهم من الشعب السوري. شبكة أخبار سوريا شام على الفيسبوك. معكم نبران. يعطيك العافية حبيبي. مبسوط 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 هون؟ شو اللي خلاك تجي لهون؟ حبي لبشام. كلمة عن سوريا بتحب توجهها أنت كطفل؟ سوريا بحبها. شكرا كثير لإلك. ناخذ لقاء ثاني. يعطيك العافية. شو اللي خلاك تلبي الدعوة؟ شو اللي خلاك تلبي الدعوة تجي لهون؟